بسم الله الرحمن الرحيم. يقول من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاداتهم على المسلمين، نرجو أن توضحوا لنا ذلك، وهل كل الطوائف غير المسلمة تدخل في ذلك؟ نعم، مظاهرة المشركين أو المسلمين ردة عن الإسلام. قوله جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، كل ظاهر كفار من النصارى أو اليهود أو الشيوعيين أو غيرهم ضد المسلمين ينصرهم على المسلمين، هذا تولي للكفار وردة عن الإسلام نعوذ بالله. نعم، كما نص على ذلك أهل العلم في باب حكم المرتد، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. ابن باز رحمه الله.